جاهزون للانطلاق؟ ياي ياي. 9 8 7 6 2. انظروا، لدينا مركبة فضائية. يا لها من مركبة رائعة! إذا أحببتم يوجد لدي ملابس الفضاء. هذا رائع. تفضلوا. واو! لنجربهم الآن. هذا مذهل. أعتذر منكم، لكن علي المغادرة الآن. علي إنهاء اختراعي الجديد. إلى اللقاء سيد مومن، وشكرا جزيلا. أراكم لاحقا، استمتعوا بوقتكم. داتي، لدي فكرة. ما رأيك أن نحول هذه المركبة إلى مركبة حقيقية؟ فكرة رائعة يا ميسيفو. يا سلام. أبراكادابرا، تتحول هذه الرسمة إلى مركبة فضاء حقيقية لتأخذنا عاليا. واو، يا لها من مركبة كبيرة. لدي فكرة، ما رأيكم أن نذهب إلى القمر؟ أحب هذه الفكرة، لكن أين هو القمر؟ انظري ليلي، إنه هناك في الأعلى، يمكنني أن أريكي. المركبة الفضائية مذهلة. نعم، إنها مذهلة، مذهلة جدا. هيا، حان وقت الإقلاع. إلى القمر، إلى القمر، إلى القمر. استعدوا، سوف ننطلق. جاهزون؟ نعم نعم نعم. نحن نقلع. انظروا، الكرة الأرضية. انظروا كم تبدو صغيرة من هنا. تبدو مثل الكرة تماما. تاتي، من يعيش على القمر؟ لا يعيش عليه أحد. حسناً، سوف نهبط الآن. هذا رائع، لقد وصلنا على القمر. يا رفاق، لقد هبطنا. ياي! انظروا إلى القمر. أزرار جميلة، يا لها من أزرار جميلة. واو، ما أجمل القمر. وغريب أيضا. هيا لنستكشف. القفز على القمر مسل جدا، أحببته كثيرا. إلى اللقاء، إلى اللقاء. لمن تقولين إلى اللقاء يا ليلي؟ لمركبة الفضاء الجميلة. لا تذهبي أرجوكي، لا تذهبي. أوه لا ليلي، هل ضغطت على الزر؟ نعم، على الزر الأحمر، لقد كان جميلا. لا، ماذا فعلت يا ليلي؟ لقد ضغطت على الزر الأحمر. لا يهم يا ذاتي، يمكنك استخدام عصاك السحرية، لكنه لا يعمل على القمر. وكيف سنعود إلى المنزل؟ لنفكر. هل لديك أي فكرة يا داتي؟ لا 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 لا. مرحبا. مرحبا. هل تعيش هنا؟ نعم، لكن داتي قالت أن لا أحد يعيش هنا. لا، أنا أعيش هنا. أوه، هذا رائع. وما هو اسمك إذن؟ غورو. غورو. أنا اسمي ليلي، هل تودون مقابلة أصدقائي؟ نعم بالطبع.
ميسيفو، لم أستطع أن أجد أي فكرة، ماذا عنك؟ وأنا أيضا. يا رفاق يا رفاق، انظروا من وجدت هنا. ماذا حصل؟ أعتقد أنك أخفتهم. نعتذر منك يا جروجرو، لقد كنا خائفين بعض الشيء. لا تقلقي دادي، أنا أركض بسرعة. جروجرو، هل تستطيع إعادتنا إلى الكرة الأرضية؟ نعم نعم، سوف أحضر مركبتي الفضائية. ياي، سنعود إلى المنزل. تعيشون هناك؟ اعتقدت أنها كرة. وأخيراً وصلنا إلى المنزل. شكرا جزيلا يا جروجرو، إلى اللقاء. إلى اللقاء يا رفاق، أراكم لاحقا. حسنا أيها القبطان، كما تأمر. ارفع المرساة أيها القرصان. حسناً. هذا يبدو مسلٍ جداً. ها؟ أوه لا، هنالك نحلة في السفينة. لم أنجح يا ليلي، هل تساعدينني؟ لقد بدأت أنزعج. هذا يكفي، سترون. اهربي ليلي اهربي. نعم علينا الهرب من سيفو. اهربوا اسرع، سوف ألزعكم. لن تجدنا هنا. لدي فكرة، سأجعلها تختفي بالسحر. أوه أرجوك ليلي، لا تستخدم السحر هكذا. أبراكادابرا، تختفي النحلة من هنا. أوه لا، لقد اختفى المنزل. حسنا سأجعلها أصغر. أبراكادابرا، تصبحين صغيرة جدا. أوه ليلي أرجوك توقفي، لا تستخدمي السحر أبدا. لنهرب يا ليلي لنهرب. انظري يا ليلي، إنه منزل سيد مومن. هيا سيد مومن، افتح الباب رجاء أرجوك. ماذا حصل يا رفاة؟ هذا الذي حصل. ادخلوا ادخلوا إلى الداخل بسرعة. والآن أخبروني، كيف أصبحت هذه النحلة عملاقة جداً؟ لقد حاولت أن أستخدم سحري لكنه لم ينجح. لدي اختراع جديد سوف ينجح، هيا لنخرج. أوه لا لا أريد، أنا خائفة من النحلة. لا تقلقي يا ليلي، سوف نعيد النحلة إلى حجمها الطبيعي. حسناً سيد مومن. أنا قلق. ساعدوني. أوه. أعتقد أنه وقت استخدام اختراعك. حسناً. ياي، لقد انتهت المشكلة. كيتي، أن تلسعيني أيتها النحلة؟ ما رأيكم أن نجعل النحلة أصغر؟ حسناً، لنهرب إلى البحيرة بسرعة. Oh,
لن يستطيع الإمساك بنا هنا. لا أعرف إلى أين ذهبوا. لنذهب. هيا. يبدو أنهم ذهبوا. لنخرج. أوه، الماء بارد جدا. حسنا، لنعود إلى المنزل. حسنا، منزلي قد اختفى، هل تذكرون؟ لا تقلقي يا ليلي، سوف أعيده بالسحر. وماذا سنفعل بالنحلات؟ لدي فكرة، ما رأيكم أن نصنع خلية نحل كبيرة ليذهبوا إليها؟ فكرة رائعة، سوف أفعل هذا بعصاي السحرية ونعيدهم بعدها إلى نحلة واحدة. أبرا كدبرا، تظهر خلية نحل كبيرة لتجذب النحل. أشم رائحة عسل، هيا لنذهب. ها هو. يام، إنه لذيذ جدا. حسنا، والآن سأحولهم إلى نحلة واحدة. أوه، أين ذهبوا جميع أصدقاء النحلات؟ لماذا أردت لسعنا أيتها النحلة؟ لم أريد لسعكم، كنت أريد أن ألعب معكم لعبة القرصان. أوه، أنا آسف جدا. لا عليك، سوف نلعب الآن لعبة القراصنة سوية. أبرا كدبرا، نصبح جميعنا قراصنة. أصبحت قرصانة. أمسك مسفو. هيا برأسك يا دادي. ها هي بمخالبي. خذ هذه. آه، إنها بعيدة. ها؟ سوف أحضر الكرة. ليست هنا، ربما فوق الشجرة. ليست هنا أيضا. ماذا تفعل في عشي؟ أوه، أنا آسف. سوف أبحث تحت هذه الصخرة. ماذا تريد؟ هذا منزلي. من الذي يبكي؟ دادي، هنالك أحد يبكي. ها؟ لنرى. ما الذي حصل يا عنكبوتة؟ لقد خرجت لأتمشى هذا الصباح، والآن لا أستطيع أن أعود إلى المنزل. وأين منزلك؟ لا أستطيع أن أتذكر، أحتاج المساعدة. لا تقلقي يا عنكبوتة، سوف نساعدك. أبرا كدبرا، تتحول تاتي ومسفو إلى عناكب صغيرة. والآن سوف أخبئ عصاي السحرية حتى لا تضيع مني. أوه، ما الذي حصل لصوتي؟ تاتي، أنت تتحدثين بصوت العناكب. وأنت أيضا مسفو. لنذهب من هناك. لا لا، ليس من هناك، من الجهة الأخرى. هيا. والآن سوف نصعد على هذا الحائط. أوه، هذا صعب جدا. بعد قليل سوف تعتاد على المشي بعدة أقدام يا ميسيفو. لا 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 لا. أوه، عصا تاتي السحرية، يبدو أنها ضاعت منها. سأحتفظ بها. تاتي، لقد صنعت اختراعا جديد، انظري. ليلي، ماذا فعلت؟ أنا آسفة، لست أنا، إنها العصا السحرية. سأحل المشكلة. علينا أن نجد تاتي، ستحل المشكلة بالتأكيد. لا أستطيع المشي يا ليلي، أنا أصطدم بكل شيء. لقد ملأت المكان بشباك العنكبوت.
حسناً سيد مومن، يمكنك أن تبقى هنا وأنا سوف أبحث عن تاتي وأجدها. واو، هذا مسل جداً. يا سلام. علينا أن نصل إلى النافذة. لقد وصلنا، هذا هو منزلي الصغير. لكن هذا مطبخنا. كنت متأكدة أنني رأيتكم من قبل. هيا لندخل. آه، النافذة مغلقة. رأسي يؤلمني. لنجد مدخلاً آخر. هنالك فتحة صغيرة في الحائط، هيا لندخل. ساعدوني. أمسكت بك. أمسكنا بك ميسي فو. لقد كنت خائفا. لا تقلق ميسي فو، أنت بخير الآن. هيا اتبعوني يا رفاق، كدنا أن نصل. علينا أن نصل إلى المدخنة، هناك منزلي. أوه، هذا مرتفع جدا. انظري تاتي، هنالك عصا يمكننا استخدامها كالجسر. احذري يا تاتي. هذا هو منزلي الصغير، شكرا لكم على مساعدتي يا رفاق. اوه، يا له من عنكبوت جميل. هيا تعال معي. ساعدوني ساعدوني. علينا مساعدتها. ماذا نفعل ماذا نفعل؟ علي الذهاب إلى الحمام. انتظريني هنا، سوف أعود بعد قليل. شكرا لكم على مساعدتي يا رفاق. لقد عدت أيها العنكبوت. أوه تاتي، أنت هنا، أحتاج مساعدتك. لقد وجدت عصاك السحرية وحولت سيد مومن إلى عنكبوت. لا تقلقي، سوف نساعده. هيا. هذا ليس عنكبوت اعتيادي، إنه عملاق. أبراكادابرا، يعود سيد مومن إلى أرنب كما كان. شكراً يا تاتي.